السلام عليكم ورحمة الله، معكم طارق، قناتكم طارق صبانة، اللي نتحدث علي فيها على كل مواضيع الهجرة، القرعة الأمريكية، التأشيرة، الدراسة والعمل، وكذلك يعني بصفة عامة الغربة. فإذا كنت يعني أول مرة راح تشوف هذا الفيديو، يعني ما تنساش باش دير اشتراك ودير جام لهذا الفيديو لأنه راح تعجبك وراح تستفاد منها. أما الناس اللي أصلا مشتركين، ما تنساش باش تضغط على زر الجرس أو تنبيهات باش يلحقك جديد إذا راك تشوفني من اليوتيوب. أما إذا راح تشوف هذا الفيديو في الفيسبوك، اللي الصفحة هي واسمها عربي في الغربة، ما تنساش دير جام للصفحة وبارتاجي هذا الفيديو. فهذا الموضوع هذا أو هذا الفيديو فيه ثلاث أجزاء. الجزء الأول راح نحكي على شركة ألي إيطاليا، يعني شركة طيران الإيطالية، وراح نحكي كذلك ثانيا على إلغاء الرحلات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ورحلات يعني في العالم. وفي الأخير راح نختم هذا الفيديو بقرار القضائي النهائي فيما يخص يعني 9095 تأشيرة تم حفظها للفائزين بالقرعة الأمريكية 2020. فندخل في الموضوع. بالنسبة لشركة إيطاليا، انتم تعرفوا يعني وش صار لها اليوم، يعني بعد 74 عاما من العمل والخبرة في النقل الجوي، أعلنت شركة الطيران إيطاليا عن إفلاسها. يعني الشركة هذه فلست خلاص، وقد أجرت آخر رحلة لها من مدينة كالياري عاصمة جزيرة سردينيا إلى روما بمنطقة فيوميتشينو، حيث ستخلفها شركة أخرى تسمى ITA، يعني اللغة الإنجليزية ITA، باللغة الفرنسية ETA. إن شاء الله نتمنوا أنه هذا القرار لا يتسبب في أضرار للجالية تاعنا الجزائرية، خاصة اللي حجزوا التذاكر تاعهم واللي راهم داخلين إلى الجزائر من أمريكا وكندا وكذلك من روما. الموضوع الثاني هو يعني فيما يخص الرحلات، ما راحش نطول فيها على كل حال. فيوم 12 أكتوبر 2021 تم إلغاء 1838 رحلة، من بينها يعني 580 يعني في فترة قصيرة جدا. من بين هذه الرحلات هي كالتالي: فشركة American Airlines تمت إلغاء 263 رحلة، شركة China Eastern 175، Air China 155، Hainan Airlines 95، Involve Air 91، و Southwest 84. يعني الناس، وكان رحلات أخرى كذلك، يعني الناس اللي راح يسافروا عن طريق هذه الشركات لازم ياخذوا يعني حذرهم ولازم ينتبهوا لهذه المعلومات اللي عطيتهم لكم. اللي حاب ياخذ معلومات ولا يروح يطلع على معلومات اكثر في هذا الموضوع، يدخل الى الموقع flightaware.com. راح نحاول نحط لكم الموقع هنا في صندوق الوصف. دونك هذا فيما يخص الرحلات. ولكن كاين هناك قاضي هنا في الولايات المتحده الامريكيه دار قرار قضائي ضد شركه American Airlines باش لا تفرض اللقاح او التطعيم على الموظفين تاعها، لانه كل سبب اتحدثت عليه في الفيديو الاخير، سبب هذه هذا الالغاء تاع الرحلات يعود الى عدم قبول اللقاح او التطعيم بالنسبه للموظفين الذين يشتغلون في هذه شركه الطيران، خاصه البايلوتس، يعني البايلوتس والموظفين كذلك. دونك هذا فيما يخص الموضوعين الأول والثاني. أما الموضوع الثالث، فيوم 13 أكتوبر 2021، اليوم أنا الجمعة 15 أكتوبر 21، يعني 2021، يعني يومين قبل يومين، قام القاضي أميت مهتا بإصدار قرار نهائي فيما يخص قضية غوميز التي رفعتها شركة آيلا أو منظمة آيلا، هذه منظمة محامين هنا في أمريكا. وش قال هذا القرار؟ قال بأنه يجب منح 9095. هو يعني عنده سنة من قبل فرض ولا يعني صدر قرار 9095 لم يكن نهائي، يوم 13 أكتوبر 9095، شكون راح يستفاد منها؟ الفائزين بالقرعة الأمريكية 2020. فبالطبع راح يكون هناك احتمال أنه محامو الحكومة، يعني وزارة الخارجية، سوف يقومون بالطعن، لأنه في القضية هذه كاين طرفين، كاين محامين محامو المتضررين
من القرعة الأمريكية 2020، وكاين محامين تاع الحكومة الأمريكية أو وزارة الخارجية الممثلة في السفارة تاعها. ففي حالة الطعن يمكن القرار هذا أن يأخذ وقت طويل، يعني لبداية سريان هذا يعني القرار. أما إذا لم يتم الطعن فما على السفارة الأمريكية إلا تطبيق هذا القرار. ماذا جاء في القرار؟ هذا هو السؤال. ذوكي الناس راح تقول لي واش جاء في القرار، ماذا جاء في القرار؟ إقرار إصدار 9095 تأشيرة، ماشي حالة، تأشيرة، ابتداء من تاريخ صدوره أو يعني صدور هذا القرار، يعني من تاريخ 13 أكتوبر 2021 إلى آخر يوم السنة المالية ل 2022، أي إلى 30 سبتمبر 2022. دوك راح نجاوب على الأسئلة اللي راح تطرحوها لي انتوما هنا في الفيديو. أنا راح نجاوبها لأنه بعض الناس مازالهم يطرحوا لي أسئلة على يعني أجوبة اللي راهي كاينة في الفيديو، يعني راح أنا راح نجاوبك. فلهذا ما عندك ما راح يعني ما تسألنيش، نقول لك يعني بصراحة لأني ما راحش نجاوبك، على بالي كاع الأسئلة راهي تدور في مخكم. بالنسبة للناس اللي راهي تحوس تسأل على القرعة الأمريكية 2023، وضعت فيديوهات، زوج فيديوهات 2020 2021، درت فيديو، والآن راح نحكي لكم ونجاوبكم على الأسئلة تاع القرار تاع 95. كيف يتم كيف يتم توزيع هذه 95؟ هذا السؤال السير راح يعطوه لكل الناس، لا أعرف بالضبط، ولكن ممكن أو في احتمال أنه يتم تقسيمها بطريقة عادلة على 5 مناطق لسينك زون لتشمل كل أنحاء العالم. هذا 95 ماشي حالة، تأشيرة، يعني لما مثلا كانت عائلة مكونة من 5 أشخاص يروحوا هذوك 9095 تبقى 9090 على حسب ما فهمت، إن شاء الله ما يكونش غلط. راح يقسموها على كل أنحاء العالم، يديروا دي زون كيما يديروا لي زون لي 5 زون باش يوزعوا عدد التأشيرات اللي هي 50000 و sometimes 55000 على هاد لي زون لي 5 زون. دونك هذو 9095 اللي بقاو اللي يحفظهم هذا القاضي راح يوزعوهم على هاد لي زون لي 5 زون. ما هي الأرقام أو الكيس نمبر المعتمد عليها؟ لا أعرف، وحتى واحد لا يعرف. متى تبدأ المنادات علينا للمقابلة؟ لا أعرف ولا أحد يعرف. هل ينادون على الأرقام الكبيرة أم الصغيرة؟ لا أعرف ولا أحد يعرف. هل يتم دفع المصاريف المتعلقة بالتأشيرة من جديد، يعني من أنفسنا؟ نعم، يعني نقول لكم بلي نعم. هل يتم إعادة الملف الطبي بالنسبة للناس الذين اجتازوا المقابلة ولم يتم استلامهم يعني التأشيرة، ما عطاولهمش التأشيرة، الباسبورات تاعهم، جواز السفر مازالها عند السفارة بسبب غلق السفارة، في حالة المنادات عليهم هذا الناس من جديد وإدخالهم في هذا 9095؟ يعني هذا الناس نحكي على هذا الناس، للناس اللي كان عندهم رونديفو راحوا داروا الرونديفو ما عطاولهمش الفيزا، كاين اللي رجعوا لهم باسبور كاين اللي ما رجعولهمش. دونك اذا زادوا عيطوا لهم اسكو راح يديروا، هل يروحوا يديروا الملف الطبي، يعني يروحوا يديروا لا فيزيت ميديكال في، احنا في الجزائر نقولوا في دار ابراهيم عند لا كلينيك الازهر، عياده الازهر. نعم، وهذا احتمال كبير خاصه مع الوباء او الجائحه. السؤال اللي راهم يطرحوه لي كثير الناس، متى تفتح السفاره لطلبه او السفاره الامريكيه لطلب تاشيره السياحه، يعني US ترافل، يعني البي 1 بي 2؟ لا اعرف ولا اعلم. ما عليك إلا الاتصال بالسفارة عبر رقم الهاتف أو التواصل معهم عبر الإيميل، ما نعرفش. ويعني حتى الناس اللي راح تسألني منا وغدوة ما راحش نجاوب، ما نعرفش صراحة، ما نعرفش. دوك ندخلوا في صلب الموضوع، راح نعطيكم واحد النقاط لازم تركزوا مليح وكتبوهم ورقة وستيلو، يعني روح خذ راحتك، تقدر دير بوز هنايا، روح جيب اتاي، جيب قهوه، جيب كاوكاو، دير الكيتمان تاعك، جيب ستيلو ورقة، لازم تماركي كل شيء، ولا عاود شوف الفيديو باش تعرف واش راه يصرى، باش تاخذ يعني بالنسبه للناس اللي الفائزين بالقرعه الامريكيه نقولوا 2020 21 22، ركز مليح. اوكي، نحن ما زلنا نعيش مع كورونا، يعني مع الوباء والقوانين المفروضه في المقابلات التاشيره عبر سفارات امريكا، مثل مثلا القاعه اللي كانت تحتمل مثلا 100 شخص الان ولاو 20 شخص. لماذا؟ لازم التباعد الاجتماعي 6 اقدام، وفهمتوا يعني الان ما ولاوش
القاعات ما ولوش يستوعبوا كثير من الناس، كثير من طالبين التأشيرة. يعني لو كان البكري قبل الكوفيد كانوا مثلا يعيطوا، مثلا مثال بكري أعطيكم على بلش أنا كم بالضبط، ولكن مثال كانوا يعيطوا 200 يوميا، الآن يعيطوا مثلا 50. يعني اللوم مش عليهم، مش على السفارة، اللوم ليس على السفارة، اللوم على الكوفيد. ما يقدرش، يعني هو إجراءات لازم يخدم بها. كذلك مكاتب الهجرة هنا في أمريكا تشتغل ببطء نوعا ما بسبب إجراءات السلامة، نفس الشيء بسبب الكورونا، وهناك حتى موظفين يشتغلون في بيوتهم. أنا نعرف صديق دار طلب على الجنسية الأمريكية، يعني لما دفع الملف تاعه ولما وصلهم الملف قالوا له تقدر تنتظر حتى 18 شهر باش نبعثوا لك الموعد، 18 شهر. هنا كذلك اسمع مليح، عملية إجلاء للاجئين الأفغان تحدثت عليها في فيديوهات سابقة، الناس اللي يتبع الفيديوهات توعي، كاين 65 ألف أفغاني جابوهم، يعني راهم هنا في أمريكا وما زال في ألمانيا وما زال في أفغانستان، وهذا ما يجعل الضغط على مكاتب الهجرة هنا، يعني راح يزيدوا لهم كما يقولوا خدمة. إصدار الرئيس جو بايدن قرار في زيادة حصة اللاجئين والتي قدرت ب 125 ألف أو 120 ألف ما نذكرش فيها، يعني يا 120 ألف يا 125 ألف لاجئ للسنة المالية 2022، يعني ابتداء من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 سبتمبر 2022 راح يبدأوا يجيبوا اللاجئين. هناك تأشيرات لقرعة 2021 تم حفظها والذي يبلغ عددها 6914 تأشيرة، تحدثت عليها في فيديو سابق في قضية جود لوك وقضية جو، وهو ليس بقرار قضائي نهائي. زيد اسمع لهذه المشاكل الواقعة على الحدود الجنوبية لأمريكا، دخول مهاجرين غير شرعيين والذي قدر بأكثر من 2 مليون منذ فتح الحدود من طرف الإدارة الحالية. هناك مقترح أو مشروع موضوع على طاولة الكونغرس والذي يدخل ضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة، هذه الحزمة المالية الجديدة المقدرة ب 3.5 تريليون دولار التي لم يتم موافقة عليها إلى حد هذه الساعة، الذي يمنح الجنسية الأمريكية لتسعة مليون مهاجر غير شرعي والتي تتوفر فيهم شروط. طبعا يعني هذه ثانية راح يخدمها على، لو كان يطبقوا هذا القرار هذا ويصادقوا على هذه الحزمة المالية راح تولي ثاني خدمة على مكاتب الهجرة. لحد الآن هناك سفارات أمريكية ما زالت مغلقة وهي قليلة على كل حال. زيد باقي السفارات مفتوحة ولكن تشتغل ببطء كما قلت وكما ذكرت الأسباب الواقعية والمنطقية، وكل سفارة عندها أولويات في معاملة وإصدار التأشيرات، فتبقى القرعة الأمريكية في المرتبة الأخيرة لأنه حاليا يتعاملون مع المواطنين الأمريكيين أولا لجلب أهاليهم وعائلتهم، يعني أزواج والزوجات والأولاد وحتى الآباء فيما يخص يعني لم الشمل، وبعدها كاين هناك كذلك فيزات خطوبة زواج تأشيرة استثمار دراسة عمل سياحة وإلى آخره، ثم القرعة الأمريكية. هناك مشكل في الرحلات والقوانين المفروضة بين الدول فيما يخص كيفية أو شروط الدخول إليها مثل أمريكا، يعني موضوع اللقاح وما شابه ذلك. قلت سابقا أن وزارة الخارجية الأمريكية المتمثلة في سفاراتها أو الحكومة الأمريكية، هذه تحدثت عليها في فيديو سابق هنعاودها باش الناس تفهم وتنتبه، ولأنه هذا عبارة عن شغل تيبس، يعني لا تحاول فتح المجال لطالبي التأشيرة لرفع دعوى قضائية، مثلا تأشيرة عمل أو سياحة أو خطوبة مع محامي. دوك الناس تقول لي وش معناها؟ معناها أنه الحكومة الأمريكية هنا لو كان في كل مرة تكون هناك يعني مشكل كما هذا تاع متضررين بالقرعة الأمريكية يتم رفع دعوى قضائية ضدها وتعطي لهم التأشيرة أو تعطي لهم الحق، يعني في احتمال كبير أنه مرة الجاية يجتمعوا مثلا متضررين من تأشيرة عمل يروحوا يشوفوا محامي هنا في أمريكا يدفعوا له الأموال وراح يرفع عليهم دعوة قضائية، ومن بعد يتغلبوا عليهم يزيدوا يعطوا لهم تأشيرة عمل، نفس الشيء تأشيرة زواج تأشيرة خطوبة تأشيرة استثمار. يعني هنا الأمريكا يعني الحكومة الأمريكية هذا واقع، يعني وأنا واحد يهدر الصح يعني ماشي زعما راني نجبد من راسي ولا، هذه أمور يعني واقعية ومنطقية، خمم ليه تفهمها بزاف هذا منطق يعني. فلهذا تحاول الحكومة دائما تطعن أو تستأنف في القرارات القضائية،
وراي تقول بأن القاضي ميهتا عميت ميهتا هذا ليس له الحق أو القانون باش يأمر السفارات، لأنه ما يخدمته هما يقولوا هكذا السفارات باش يقدم يقولهم أعطوا لهم الفيزا أو قدموا لهم التأشيرة. كذلك ليس من المعقول أنه المتضررين من قرعة 2020 و2021 أن يرفعوا دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الممثلة في سفاراتها، ثم يذهبون إلى هذه السفارات للمقابلة وطلب تأشيرة. يعني هذا الموضوع معقد نوعا ما، لازم تخمم مليح وتفكر مليح عشان يقول لك. يعني واش حبيت نقول لكم بالدرجة، يعني أنت ترفع دعوى قضائية ضد حكومة، وبعد تسنى من الحكومة هذيك دلك يعني رونديفو باش تروح تدي من عندها الفيزا. يعني كما يقولوا خمم فيها مليح. هناك مجموعة من المحامين هنا راح ترفع يعني قضية بمساعدة الجالية هنا، تحدثت عليها كذلك ورام تحدثوا عليها كثير من الناس والممثلين المنتخبين في البرلمان أو الكونغرس، لبدء مراجعة ملفات كل التأشيرات اللي راهي عالقة يعني حاصلة كما يقولوا ابتداء من 2017 لإصدار أكثر عدد ممكن من التأشيرات. وبعد صدور نشرة التأشيرة لمواعيد شهر ديسمبر، واللي قال يعني هذا ديسمبر 2021 اللي هي 7000 في إفريقيا، لم يتم إلى حد الآن المنادات على الفائزين بقرعة 2022 على حسب معلومات اللي عندي أنا. سوف تبدأ المنادات على الفائزين بقرعة 2022 من أول أكتوبر إلى غاية نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2022. هذه معلومات عطيتهم لكم باش ديرهم في حساباتكم، يعني الناس اللي راهم فائزين بقرعة الأمريكية 2020 و2021 و2022، يعني راكم تشوفوا كاع واش راهي صرا. فلهذا راهم النشرة راهي نشر التأشيرة راهي صغيرة، الأرقام صغيرة، ولهذا يعني راهم يعني سفارات مغلوقة، سفارات مفتوحة تخدم شوية يعني، والمكاتب الهجرة كذلك. واش راح نقولكم، ربي إن شاء الله يفتح لكم إن شاء الله. أي واحد نجح في القرعة الأمريكية 2020 2021 2022، يعطوا له فرصة باش للمقابلة باش يتحصل على التأشيرة تاعو. والناس هذا الناس اللي ربحوا في هذا الثلاثة هذو 20 و 21 و 22، أنا نصحهم ونصحتكم ديجا روحوا سجلوا في 23، يعني سجلوا لأنك ما عندكش الفيزا في يدك وما دخلتش الأمريكا، وروح سجل في القرعة الأمريكية 2023. وأنا درت فيديو وروح شوفها، ودرت فيديو يعني فيها إجابة على الأسئلة. دونك إن شاء الله راني كون جاوبت على كاع الأسئلة تاعكم فيما يخص القرار النهائي اللي قال لهم لازم القاضي مهتا قال لهم لازم تعطوا لهم 9095، وعندكم مهلة إلى غاية 30 سبتمبر 2022، ونستناو القرار القضائي النهائي تاع 2021 اللي فيها 6914 تأشيرة. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، واللي يسحق حاجة يروح للانستغرام تاعي طارق سافانا دي زاد. بالتوفيق للجميع، ربي يحفظكم، وما تنساوش ادعونا دعوة الخير. السلام عليكم.